كان لابد على الفرقاء الليبيين إيجاد طريق نحو الحوار. مدينة غدامس في الجنوب الغربي كانت أولى محطاته، طريقها الوعرة توحي بواقع الحال في ليبيا. تحت رعاية من الأمم المتحدة، اجتمع في أواخر سبتمبر نواب يمثلون مجلس طبرق بزملاء لهم كانوا قد قاطعوا جلساته بعيد اندلاع الأزمة. اعتبر الاجتماع آنذاك جلسة برلمانية تحت مظلة أممية لا غير، فقد غيب الطرف الثاني عن المعادلة. باسم أهالي المدينة أرحب بكم أجمل ترحيب في مدينة غدامس، وهي تحتضن هذا اليوم الاجتماع التاريخي المهم، اجتماع الحوار الوطني، والذي سيكون اللبنة الأولى والأساسية نحو إرساء دعائم الأمن والاستقرار السياسي بليبيا. في السادس من شهر نوفمبر 14 و2000 أتى هذا القرار، فكان تحولا تاريخيا مفصليا في المشهد الليبي. وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 صار برلمان طبرق في مهب التاريخ. بمقتضى القرار القضائي بات البرلمان منحلا. يؤكد على أن القول بعدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب هو قول غير صحيح ومخالف للقانون. وهذا الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية اليوم هو انتصار للوطن، هو انتصار للوطن، هو انتصار للوطن، وليس انتصارا لطرف على حساب طرف آخر. إن المؤتمر الوطني العام يتعهد للشعب الليبي ولثوارنا البواسل المرابطين في الجبهات بأنه سيتحمل المسؤولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرض نتفق عليه جميعا وتتفق عليه جميع الأطراف في ليبيا. ارتبك الجميع بعد قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، حتى أن ليون تنصل من أي تعليق عندما سئل عن الموضوع. سيد ليون، البعض يقول أن موقفه مع شرعية مجلس النواب إلى حكم المحكمة غير واضح، يا ريت نتمنى توضيح هذا الموقف لكل الليبيين حتى يكونوا على بينة من أساس للحوار. I have explained many times that the United Nations is not an institution that recognizes or does not recognize legitimate institutions. It is the member states of the United Nations who has to do so. So what you have to see in this case is what is the recognition of the member states of the United Nations. In this case, the position of member states of the United Nations is to recognize the Shawar. And the position of the member states of the United Nations is to respect the decision of the court. Courts have to be respected and the Supreme Court has to be respected. But I think no one has, until now, to the best of my knowledge, issued any statement with a clear understanding of what this decision means. Yeah. في التاسع من شهر ديسمبر أعلن المبعوث الأممي برناردينو ليون عن تأجيل الجولة الثانية من محادثات غدامس 2 بين فريقي الحوار حتى إشعار آخر بعد فشل الوصول إلى توافق.
ذلك الحوار لأنه ليس تحت رعاية ليبية، وهو ما يحدث بليبيا وهو أمر ليبي ليبي خالص. اللي قاعدين في الحوار ما عندهم الشرعية أصلا، هم محكمة دستورية لا طلعت واضحة للجميع. استمر ليون في عقد لقاءات مع الأطراف السياسية الليبية، ودعا أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى المشاركة في جولة من خارج الأراضي الليبية. كان الرد كالآتي: ناقشنا في جلسة اليوم موضوعين محددين، هو الزمان متى يبدأ الحوار. يعني من جانبنا نحن كنا متجاوبين، السيد ليون قال أنه سوف يكون في مطلع أو في بداية شهر واحد القادم، لم يحدد لنا اليوم بدقة، لكن قال سوف يكون في الأسبوع الأول، سوف نؤكد الموعد يعني في الأيام القادمة وفي الاتصالات. فيما يتعلق بالمكان، يعني استعرضنا اقتراحاتنا، نحن كنا قد اقترحنا مدينة هون، كان هو قد اقترح علينا فيما قبل مدينة غدامس أو مدينة أوجلة، لكن لم نتفق إلى حد الآن على مكان، إنما أكدنا من جانبنا أن يكون المكان في ليبيا وأن يكون يعني ليبيا ليبيا. مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية كان محطة عولت عليها البعثة الأممية لإحراز تقدم منشود في سير المفاوضات، لكن جلساتها لم تلبي مطالب الليبيين. حضر اجتماع جنيف أعضاء عن برلمان تبرق وأعضاء مقاطعون له وشخصيات عرفت بأنها مستقلة، وغاب ممثل المؤتمر الوطني العام. We should have a very inclusive, a very wide work, bringing around the table not only the political actors but also influential actors socially, like the tribal leaders, of course the militias that play a very important role. إذا استطعنا أن نحقق هدف وهو حكومة شاملة مقبولة من الجميع، أنا أعتقد أن هذه تشكل 60% أو 70% من الأوراق القضية. الناس وصلوا لنقطة التعب، سواء من ضحايا من القتلى، سواء من معاناة الناس التي هجرت منذ فبراير، سواء من معاناة الناس الموجودين حاليا في بيوتهم. We're almost wrapping up the second day. It was a hectic day but very fruitful. I think we came up, so we achieved more than we expected from this round, and we're looking forward for the second round. Today we have a continuation, a follow-up on the work we started last week. We are going back to some of the main points that were agreed in the agenda, and mainly the government competences. It's a positive work, it's a good exchange between all participants, and I think we are making good progress. Very positive, very constructive atmosphere. They are all of them providing good ideas in a very polite way, in a very constructive way. It's an excellent atmosphere for the talks. نحن دولتنا ليبيا، مدينتنا ليبيا، قبيلتنا ليبيا، نحن أسرة واحدة. إن اختلفنا اختلفنا في طريقة الوصول إلى هذا البلد الطيب أن يكون في مصف دول العالم، لكن الهدف واحد، حفظ الله ليبيا ودام أمنها واستقرارها. بحثنا المعايير لتشكيل حكومة وحدة وطنية، البرنامج السياسي والبرنامج الأمني والبرنامج الدولي والبرنامج الاقتصادي، وكذلك الدفع بعملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتوفير الخدمات للمواطنين. الثلج موجود في جنيف ويسقط على أكتافنا وعلى رؤوسنا. سوف ننتقل ربما لغدامس أو غات أو جالو أو أوجلة، وسوف نناقش في وسط الصحراء. بعد جلسات جنيف وافق المؤتمر الوطني العام على الدخول في حوار شامل شرط أن يكون على الأراضي الليبية. وفي الوقت الذي يسعى فيه المؤتمر الوطني العام إلى ضرورة إنجاح الحوار المرتقب، فإنه يؤكد على أنه لم يكن طرفاً في محادثات جنيف،
وأن المؤتمر لا علم له بالمعايير والأسس التي بناء عليها تمت دعوة بعض الشخصيات إلى حضورها. رغم كل ذلك، فإن المؤتمر الوطني العام يبدي ارتياحاً كبيراً لموافقة بعثة الأمم المتحدة على عقد جلسات الحوار في ليبيا اليوم. مجدداً إلى غدامس عاد الفرقاء. هذه المرة شارك في الاجتماعات 4 أعضاء يمثلون المؤتمر الوطني العام، وأربعة مثلهم يمثلون مجلس النواب. كان الحوار غير مباشر بالرغم من تدالي الدعوات بأن يكون مباشرا بين الطرفين. هذا اللقاء اليوم حقيقة كان لقاء إيجابي وبناء، وإن كان لم يتم جلوسنا وجه لوجه مع الفريق الآخر 4، ولكن حقيقة كان هذا التواصل بالنسبة لهذه الجلسة اليوم عن طريق الوسيط الدولي، ومع ذلك نحن نعتبره لقاء بناء. لمسنا بعض الموضوعات فيما يتعلق بالحكومة، معايير تشكيل الحكومة، زمن الحكومة، صلاحيات الحكومة، وأيضا تحدثنا فيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية وانسحاب الميليشيات وجمع السلاح ومحاربة الإرهاب. في 23 من فبراير أعلن المبعوث الأممي عن عقد جولة جديدة للحوار خارج البلاد بعد موافقة المؤتمر الوطني العام. كان منتجع الصخيرات في المملكة المغربية هو وجهة الفرقاء الليبيين هذه المرة. الأزمة الليبية قد وصلت مرحلة ومنخنق، أصبح من الصعب جدا إيجاد حلول بطرف واحد. الاقتتال أصبح يهدد بانهيار كيان الدولة الليبية. أصبحت مسألة طاولة الحوار ضرورة حتمية. عدم قدرة الطرفين لحسم أي صراع مسلح، لم توجد حلول سياسية شاملة تستوعب كامل الوطن. الأمر الذي دعا إلى ضرورة جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي. التحرك على أكثر من محور، ليس فقط الجانب السياسي فيها وإن كان هو الجانب الأهم. عندنا كثير من التحديات والصعوبات، التحديات الأمنية، التحديات المؤسساتية، التحديات الاجتماعية. لا شك أن البداية السياسية شيء جيد، ولكنها ليست كل شيء، هي خطوة أولى. Things are positive, constructive. Interventions are in a good spirit, but we will have to continue working because we are dealing with very difficult and complex issues, and this is still going to take a few days. أعتقد أننا تقدمنا مع الأخوة الذين حضروا معنا في اللقاء، تقدمنا تقدم إيجابي، وهي الأخوة الذين حضروا معنا في جنيف. أعتقد إذا استطعنا أن المجتمعين جميعا يتصلوا أو يصلوا إلى وفاق في الورقة الأمنية وورقة معايير الحكومة، أعتقد أن هذا إنجاز كبير. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الترشيحات، وربما نحن في المرحلة ما قبل الأخيرة صغنا الأوراق، تقدمنا بمقترحات، عدلنا، أضفنا، وننتظر في باقي الأطراف أن تقدم مقترحاتها، وعندما يتم الاتفاق على صيغة نهائية لهذه الأوراق سيكون ذلك إنجاز جميل. يعني فرصة النجاح كبيرة جدا بالرغم الصعوبات، يعني وبالرغم تشبث بعض الأطراف بوجهة نظرها أو اقتراحات أو اقتراحها، لكن الكل يدرك الحقيقة هنا اللي في المغرب وإلا اللي في ليبيا بحجم المخاطر الكبيرة والتحديات الكبيرة. وكذلك احنا لا قدر الله مقبلين على فقد استقرار أمني بالكامل، ومقبلين على انهيار اقتصادي بالكامل، وعلى انهاء حالة الدولة كدولة في ليبيا لا قدر الله. ولهذا احنا مصرين على نجاح الحوار، وانه على جميع كل الأطراف ان تتنازل قليلا من اجل ليبيا. بعد الجولة الأولى من المفاوضات في مدينة الصخيرات،
علق وفد مجلس النواب مشاركته، ثم علق وفد المؤتمر الوطني كذلك مشاركته في الجولة الثانية، فلم تقبل مسودة الاتفاق السياسي التي طرحها ليون. علق الحوار مرة أخرى حتى إشعار آخر مرة أخرى. إن انتهاج بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لهذا السبيل الذي تعكسه المسودة المقدمة من طرفها يؤدي لا محالة إلى فشل التوصل إلى حل سياسي شامل وتوافقي، ويتحمل رئيس البعثة مسؤولية ذلك وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة وبما يضر بمكانة الأمم المتحدة ومصداقيتها. What we are doing in Algiers is basically one dimension of this dialogue. This dialogue has so many different dimensions. لم تقف دول الجوار الليبي مكتوفة الأيدي، فبادرت الجزائر باحتضان 3 اجتماعات متتالية لشخصيات سياسية ورؤساء أحزاب وشخصيات مستقلة بحضور البعثة الأممية. There is the military leaders, and today in Algiers it is the turn of the political leaders. صار الجميع أو على الأقل إن لم أبالغ الأكثرية الأغلبية على قناعة بأنه ليس هناك حل إلا بالحوار، وأن الحل العسكري أو المغالبة أو انتصار طرف على طرف وهيمنته هذه أصبحت تصنف من قبيل الأحلام أو الأوهام، وبالتالي فالبديل الوحيد هو الحوار. إن أتينا لننقذ بلدنا من هذا الوضع المتردد الذي بدأت تتخبط فيه، ونأمل يعني أن يخرج الحوار بمكونات المختلفة بفعلا حل ينهي الانقسام السياسي ويضع بداية الحل الأزمة الأمنية وتوحيد الجهود وبناء المؤسسات القائمة وتقويتها للعبور إلى بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار ونزع السلاح. هذا الغرض من وجودنا من دعوتنا هنا للمشاركة في هذا الحوار في الجزائر. ليبيا تحتاج إلى حكومة موحدة، والعالم أيضا يحتاج إلى حكومة يتعامل معها، يتم تسليحها، يمكن من خلالها مكافحة الإرهاب، يمكن من خلالها أولا تقديم كل الخدمات وحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا. كلها تدور حول محاولة إيجاد الطرق مثلى للخروج من الأزمة الليبية من خلال الانضمام على جملة ثوابت لا بد من الالتزام بها، ولا بد من العمل على ترسيخها وتحقيقها على الأرض الليبية حتى نتجنب المزيد من سفك الدماء ومن القتال ومن التدمير لقدرات الشعب الليبي. أعتقد أن الجميع يشعر بأن التأخر في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل المعاناة الإنسانية بالدرجة الأولى التي تعيشها ليبيا، وفي ظل تمدد التطرف وسيطرة الدولة الإسلامية على قطاع واسع من ليبيا، الكل يستشعر هذا الخطر. ومن هذا الواقع فهناك الكثير تقدم وتحدث عن تنازلات، وهي إشارات مهمة وستكون إيجابية جدا. برأيي أنها ليست كافية لأن يكون بليبيا السلام مستدام، ولكن بهذه المرحلة الحساسة نحن بحاجة إلى هذه الخطوة ثم نكملها بالأشياء الأخرى. ما أرى أنه مفتقد في هذه المسودة هو آليات الضمانات الدولية لتفعيل ولدعم الحكومة إذا ما سميناها اليوم أو غدا. رحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي الليبي، وأكدوا على قناعتهم الراسخة بأن يكون هناك حل للنزاع الدائر في ليبيا خارج إطار الحوار السياسي. أكد المشاركون رفضهم القاطع لاستخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية، وأقروا بالحاجة الملحة لجعل استخدام القوة حكرا على الدولة لإحلال الاستقرار والأمن في جميع ربوع ليبيا. الاتفاق الذي تم اليوم هو اتفاق أظن يعني جاء في مرحلة حاسمة بالنسبة لهذا المستقبل هذا البلد الشقيق، والإرادة قوية لأولا تكوين حكومة توافقية، وهذا الحكومة سيكون لها إصلاحيات واسعة وستكون لها دور كبير
لمعالجة الأزمة، لمعالجة كل قضايا السياسية ولكن حتى القضايا الأخرى. في العاصمة التونسية نظمت بعثة الأمم المتحدة اجتماعا للنساء الليبيات. كان على ما يبدو أن ليون اختار المشاركات فيه بدقة وعناية. مسار النساء هو مسار أساسي بنعتبره جزئية من الإطار العام الخاص بالحوار. هذا المسار أتاح الفرصة للنساء الليبيات للحضور معا، مراجعة الوثيقة المبدئية وما تم إنجازه حتى الآن، وأيضا وضع بعض اللمسات بعض التعليقات فيما يختص بهذه الوثيقة. إذن أصبح للنساء صوت. نحن في الحوار نتمنى أن يكون أن يلتحق الجميع بهذا الحوار. أعتقد نحن بعد هذه الحرب التي فرضت علينا هي لم تنتهي حتى الآن، لم تؤدي إلى أي نتائج أو قد تكون النتائج بطيئة جدا. الجميع يدفع الثمن، النساء والرجال والشباب يدفعون ثمن هذه الحرب. إذا كان هناك إمكانية لوقف هذه الحرب وإعادة المسار الطبيعي للديمقراطية وبناء الدولة ومؤسسات الدولة السيادية فلماذا لا؟ ولذلك فنحن بإجماع نقول نعم لحكومة توافق وطني وكل المسارات اللازمة لها من أجل إنهاء الصراع. لكن زعلانة على بلادي، زعلانة مش قادرة نحق واحد يموت، مش قادرة والله ماني قادرة. فكروا في أولادنا، فكروا في الوطن، فكروا في المستقبل. أنسوا الأنا، أنسوا الأنا والشخصنا. من فضلكم تتوافقوا، من فضلكم تتنازلوا من أجل ليبيا، من فضلكم توصلوا لأمال وطموح الناس اللي في الشارع اللي في البيوت، الناس كلها معلقة أمال على الحوار. من فضلكم ترجعوا بتوافق إلى ليبيا، أرجوكم الفرصة لن تعاد، أرجوكم من فضلكم هذه فرصة تعتبر فرصة تاريخية. علينا بالتوافق. تسارعت الأحداث في شهر مايو. عول ليون على عنصر البلديات كلاعب مهم في فك شفرة الأزمة السياسية، فاحتضنت تونس اجتماعا لرؤساء مجالس البلديات. الوقت حان زي ما هو قال في كلمة اليوم ان نتخذ اجراءات سريعه، ونحن نطالب بذلك بشان تشكيل الحكومه. فدور الامم المتحده نطلب فيه شويه سرعه وشويه اتخاذ اجراءات، لان الوقت اصبح يغلبنا ولابد ان نستفيد من هذا الموضوع. المواطن في ليبيا الان كل تعويله على حكومه الوفاق الوطني من جميع الاطراف. حدث كسر الجليد عن طريق البعثه، هذا يذكر فيشكرون عليه في بعض الأمم المتحدة، وهو الذي أوصلنا الآن إلى شبه قناعة أو على حصول اتفاق لحكومة وحدة وطنية هي التي ستضمن استقرار البلد وتطبق برامجها في تشكيل جيش ليبي واحد حتى تتمركز القوة في الجيش الليبي وتجمع السلاح وتعمل جميع الأعمال الأخرى، وهي نقطة البداية فعلا، وكان فيها موفقا جدا، وكانت الأمم المتحدة موفقة جدا في هذا الموضوع. وأول هذه الحلول هي أن نتفق ونجلس فقط، لا نريد أي شيء، نريد أن نجلس فقط. كلهم مع الحكومة الوحدة الوطنية والحكومة التوافقية. وأما في تمثيل هذه الأطراف في جنوب ليبيا فإن تمثيل الأقليات مهم جدا، لأن في جنوب ليبيا تقريبا في 3 أقليات: التبو، التوارق، العرب. تمثيل الأقليات في الحكومة عندها تأثير بالمس على أرض الواقع، وهذا يؤدي إلى استقرار ليبيا ونجاح هذا الحوار. ونأمل الله سبحانه وتعالى بأن يلتم شمل الليبيين. ولا كانوا من نظام معمر قذافي اللي أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية في ليبيا باش نوصلوا الحل لين يكون يساهم في بناء ليبيا المستقبل. والأخطاء اللي حدثن في عهد معمر أو في الأربع سنوات اللي فاتن ضروري يتلفوهن. Merci monsieur le président. Merci madame la ministre et merci à tout le Maroc et sa majesté pour cet appui tellement important qu'il offre au processus de la Libye. Dear participants. في 8 من يونيو
عاد طرف الحوار إلى مدينة سخيرات حاملين معهم مقترحات تعديل المسودة الثالثة التي طرحها ليون. السلام عليكم. Today the eyes of the people of Libya are all on you and the many hundreds of thousands more that have sought refuge in neighboring countries in a desperate bid to escape the fighting in your country. Today their eyes are turned. النقاش اللي جرى مع السيد اليوم فقط، لم يكن هناك بالنسبة للطرف الآخر أي تواجد. طبعا لابد من أن يتم عرض ملاحظاتنا على الطرف الآخر ثم نستمع إلى رأيهم في هذا المجال، ونتمنى. نحن أشرنا أيضا، طلبنا أن يكون هذه الجولة تكون مباشرة، ربما سيوافق الطرف الآخر على الجلوس مباشرة، ولكن هناك تفاؤل كبير بأننا سنصل إن شاء الله إلى حل بعون الله. من ضمن الأمور الكبرى هي أن نعرف ما هي الترتيبات الأمنية التي ستتم لتمكين الحكومة من العمل في مناخ آمن داخل العاصمة، وهذا حق أي مواطن، يعني أن يعرف أن الميليشيات بعيدة عن الحكومة لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءاتها في سلاسة. الأمر الثاني، هناك وسيتم الوصول إليها أمر الجيش الليبي. أصبحت هناك نقاط تقارب، أصبح هناك شيء معروض يحتاج إلى ملاحظات. نحن سنعود إلى المؤتمر الوطن العام بهذه الأفكار المعروضة وسنأتي بملاحظات في المرة القادمة، الطرف الآخر كذلك. إذا فعلا وصلنا إلى بداية مشوار الحوار الحقيقي الذي فيه شيء معروض. توافق في التوجهات العامة، ولكن لا يزال كل طرف لديه وجهة نظر فيما يتعلق بالجانب التشريعي بالذات، ولكن التوافق العام قد يفرض بعض الأمور على أطراف لا تقبلها، ولكنه في النهاية سيفرضها عليه. تخلل هذه الجولة اجتماع للفرقاء في مدينة برلين على هامش مؤتمر الدول السبع الكبار. في برلين جلس الفرقاء لأول مرة وجها لوجه. والجميع حقيقة أجمع على دعم الحوار من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، وهذا زخم دولي لابد أن يستغل من قبل الليبيين. حدث أن أعضاء البرلمان اجتمعوا ليتداولوا موضوع المسودة التي طرحت، وفي الأخير قرروا على أساس أن من الضرورة استدعاء لجنة الحوار للتشاور، وهذا شيء طبيعي لأن هناك لغط في هذه المسودة وعدم تناغم من المسودة الثالثة إلى الرابعة في بعض المتغيرات اللي وجدوها فيها، وهذا إجراء طبيعي جدا، ولكن لم يتطرقوا لتعليق المشاركة هنا في برلين. As you heard last night, the security track is important. We need a strong support of the armed formations, the armed groups. We will not succeed if we don't have their support, and this is what we are also going to do in the coming days, to try to expedite the agreement, the political agreement, and to try to expedite the support of the armed formations so that all the tracks will converge on this agreement. إن هذه المسودة الرابعة الآن حققت تطور كبير جدا بينها وبين المسودة الثالثة، واستطاعت أنها تستجيب إلى كثير من مما جعل هذه المسودة الآن فيها كثير من الاعتدال، ونتصور أنها قادرة على معالجة الأزمة الموجودة السياسية في ليبيا، وأظنها الآن هي جاهزة حقيقة إلى أن تتوافق عليها كل الأطراف لكي ننتقل للمرحلة اللي بعدها، وهي تشكيل الحكومة ومحاولة بداية مرحلة الاستقرار في ليبيا. اتفقنا مع فريقنا المستشارين، هم باقيون هنا، اتفقنا معهم على أساس أن يقوموا بدراستها دراسة جيدة، وبالتواصل مع المؤتمر الوطني العام خلال هذه الأيام سنحاول أن نصل إلى عقد جلسة يوم الأحد، إن لم يكن الأحد سيكون الثلاثاء، عادة الجلسة تعقد يوم الثلاثاء. طبيعي أن هذا أمر مصيري وأمر حساس يحتاج منا إلى يعني تفكير عميق وتحليل. هناك مثل عربي يقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ونحن لسنا في الملعب وحدنا، هناك أطراف أخرى في الملعب السياسي معنا، وبالتالي لابد من بعض التنازلات هنا وهناك من أجل مصلحة الوطن،
بشكل عام لا أرى أن هناك تنازلات مضرة، بالرغم من بعض الأصوات التي ترتفع من هنا وهناك تتحدث بكلام سلبي عن المذكرة، ولكن وجهة نظري فيها أنها معقولة إلى حد كبير، قد تحتاج إلى تعديلات طفيفة، ولكن بشكل عام أعتقد أنها تؤدي الغرض، وكل همنا أن نحل مشكلة الوطن والمواطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ ليبيا. طرح ليون مسودته الرابعة فرفضت من الطرفين، وعد بإجراء تعديلات عليها، وتحدث عن فرضية التوقيع عليها بالأحرف الأولى. لا مسودة لا حوار، شرعيتنا لثوارنا لثورتنا لمشروعيتنا. لم تقبل المسودة الخامسة من طرف الشارع الليبي، كما وضع المؤتمر الوطني شروطا للتوقيع عليها، واعترض عليها نواب برلمان طبرق. إن حراك ساحات الثورة يطالب المؤتمر الوطني العام برفض هذه المسودة، ويطلب أيضا من كل الشعب الليبي الخروج لرفضها والمشاركة في الاعتصام المفتوح أمام المؤتمر الوطني العام. أصدر مجلس النواب قرارا بالأغلبية الساحقة باحتمال تعديلات جوهرية على المسودة الرابعة، وإلزام فريق الحوار بعدم التوقيع حتى في حالة قبول التعديلات لحين الاطلاع على كافة الملاحق. هذه المسودة غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى ما لم تضمن هذه التعديلات، ولذلك فإن المؤتمر الوطني العام يدعو بعثة الأمم المتحدة إلى إعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة، وأن فريقه مستعد للذهاب للحوار فور تحديد جلسة لمناقشة هذه التعديلات. Monsieur le Président de la Chambre des représentants, the people of Libya have their right on this ceremony, and they are putting their hopes for peace in your hands as you initial a text of a political agreement, the agreement of Esfirat, that we all wish will bring to an end the conflict that has ravaged the country. هذا التوقيع اليوم يشكل خطوة أساسية للمرور بليبيا إلى بر الأمان، وإلى الانطلاق إن شاء الله لبناء الدولة، ولإنهاء هذه الأزمة التي تعيش بها في بلادنا في هذه المرحلة الماضية. ونتمنى أن هذه البداية ستأتي وتعيد الأمل إلى الشعب الليبي. خطوة صغيرة على الدرب ولكنها مهمة، ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى، أن يجتمع شام الليبيين أكثر فأكثر، وأن نعمل على فك معاناة الشعب الليبي إن شاء الله قريبا. حفل التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي والمصالحة هذا غاب عنه وفد المؤتمر الوطني العام. أثار ذلك الغياب سيلا من الانتقادات المحلية والدولية، واعتبر ذلك الموقف خطوة إلى الخلف في مسار الحوار. أصر المبعوث الأممي على إقامة حفل التوقيع، فكان له ذلك، كان يريد أن يصل إلى مرحلة تعتبر فاصلا تاريخيا للأزمة الليبية، لكن صدى الصوت هذا أتاه بما لم يحتسب. نحن لا علاقة لنا بالحوار، لا بداية ولا نهاية.